سالم محرك يا دكتور، بنرحب بيك في كارديالكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور عادل حامد البيه، استاذ مساعد طب طوارئ جامعه قناه السويس. اسمع لي. اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تقول لنا ازاي الشخص يعرف ان هو محتاج يروح الطوارئ؟ احنا اخطر حاجه عندنا في الطوارئ واصعب حاجه العيان اللي بيجي يشتكي بالام في صدره ويكون اتاخر عن المجيء في المستشفى. فالنصيحه اللي انا احب اوجهها لاي مريض، اي مريض فوق السن ال 45 سنه بالذات، ودلوقتي حتى السن ما عادش مرتبط بالموضوع، اي عيان هيشتكي بالام في صدره خاصه في له الام في صدره او خفقان او ضربات قلب سريعه، لازم يجي الطوارئ على طول. دي اول خطوه مهمه جدا جدا. وبعد كده ما يجي الطوارئ ساعتها يتعمل له اسسمنت ويتعمل له تقييم كويس، هل هو محتاج مور تريتمنت مور انفستيجيشن، محتاج فحوصات اكتر. اعتقد دي الخطوه الثانيه والمهمه جدا. انما على العكس تماما، لو هو اتاخر اعتقد بيبقى بيتأدي في النهايه ان هو لو هي جلطه بتبقى فقدت وما بتاخدش العلاج الممتاز والعلاج اللازم في اول في اول الجلطه ما تحصل بالذات. فاتمنى ان اي عيان يشتكي من الم في صدره لازم يجي الطوارئ على طول. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.